الجماعة الأخيرة الدار أقف معاه جماعة أنصار السنة، ديل بدوا في البداية توحيد وكانوا بيجدعون بالشبابيك، الشبابيك كانت غليدة، بيجدعون بالشباك، تاني بيجوا بالباب يشتغلوا توحيد ويمشوا في الشوارع، يجوا في سوق الخضار يفلقون بالطماطم، الواحد شايل جلابية معه في كيس زمان يفلقون بالطماطم ويمشي بجنبه يلبس الجلابية ويجي يشتغل، ويطلع الواحد في المنبر بتاع المسجد الكبير بتاع الخرطوم ويقول التوحيد وينط في نص الصوفية ويكاوشوا يضاربوا يضاربوا لما يصل الباب، زمان كانوا فرسان. دخلت عليهم السياسة ولمت فيهم جماعة الإخوان المسلمين، فتحوا خشوم هم بدل يدوا حجر من بعيد جو خاشين دار عينه المصارين، وين لقوا نفسهم جوا بطن الإخوان المسلمين بلعون شاب انتهوا منه. في النهاية لخبطوا بقوا يدهم مع الصوفية لأنه ده منهج الإخوان المسلمين. الهدية قال 108 مسجد أديت للصوفية. والله الذي لا إله غيره وصيت لمية وثمانية مسجد للصوفية. ما شاء الله. 108 مسجد. ما شاء الله. وجاتهم الفلوس وجانوا في بيتي ومضيت. مش أدون المساجد؟ أي. قال أصدقائي ما أخسرون أبدا. قال أنا بحب البري. أتكون بالصوفية بعد ما أنت. أصدقائي أنا ما أخسرهم أبدا. يعني حس عبد الرحيم البري. والله انا احبه، يعني حس عبد الرحيم البرعي والله انا احبه. الله قال ومن يتولهم منكم فانه شنو؟ منهم. التولي ضابطه شنو؟ المحبه والنصره. ده كلام شيخ الاسلام تيميه، ده كلام الشيخ ابن عثيمين، ده كلام الشيخ الفوزان، ده كلام العلماء قديما وحديثا. التولي المحبه والنصره. يعني اديت زول بسكويت سايب، اديته بسكويت وقلت له وحيد الله، دي ما لسه، لكن تبقى تدي البسكويت وتضحك معاه وبعد شويه والله الزول اللي برتاح ليه يا اخو بحبه دقست انت، الزول اللي بناصره لو شاكلوه الناس دقست انت خشيت في التولي. ومن يتولهم منكم فانه منهم. أنصار السنة شيخ الهدية قال بحب البرعي. المرء مع من شنو؟ أحب. المرء مع من أحب. أخرجه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. ده بجنبه انتهينا من الهدية. آية مطر بتاع كردفان. قال الصوفية أهل سنة وجماعة الإخوان المسلمين أهل سنة وأنصار السنة أهل سنة. أنصار السنة سنيين، الإخوان المسلمين سنيين، الصوفية كلهم سنيين. ما أعرف السنة غيروها ولا الحاصل. قال أنصار السنة ما بيرضوا في الصوفية. ما بنقبل في الصوفية ولا نقبل في الإخوان المسلمين، وإخوان المسلمين والصوفية ما بقبل في أنصار السنة. دي نصرة ولا ما نصرة؟ ده مش دفاع ونصرة؟ ومن يتوله منكم فإنه شنو؟ منه. قال الصوفية ما بيرضوا في أنصار السنة، ودي كذبة صلعاه. إلا أسي تكون الشغلة ما عاد، وأسي ذاتها ما عاد في ريد مرة، بينات عند الصوفية، لكن عند أنصار السنة ما عاد بيجا، لأنهم صرحوا. أنا أسي بوريك، ركز معاي إن شاء الله بوريك. قال جماعة الإخوان المسلمين ما بيرضوا في أنصار السنة، وأنصار السنة ما بيرضوا في الإخوان المسلمين. شغلة جاطت ولا ما جاطت؟ قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال مشكلتنا مع الصوفية مشكلة بسيطة، نقعد في الوطة نحلها. وديل بيجاب يقولوا الله ومكاشف وكباش وصايم ديم وود بدر والتوم بانقا وعويس القلب واهل الله وكله شعوانه ورابع العدويه مية ومية وتية وكية وكله ايه كله. ديل بيجاي وده قال الله واحد
قال دي مشكلة بسيطة، مشكلة تسلت فيها سيوف تاع الصحابة. انت قال غزوة بدر وأحد والخندق ومؤتة وتبوك ووك، الغزوات دي في شنو؟ دي في شنو الغزوات دي؟ مش هو في موضوع العقيدة والتوحيد؟ زمان الأنبياء مشاكلهم مع قومهم في شنو؟ مش هو في التوحيد؟ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان شنو؟ يختصمون. يا هو دي مش دي المشكلة؟ قال لا دي مشكلة بسيطة كده، أقعد في الوطن حلها. ده قائد من قادات الإخوان المسلمين. جابوا محمد الأمين إسماعيل قائد من قادات الأنصار السنة، وطبعا برضو بيقول نفس الشبكة إخوان مسلمين. جابوا محمد الأمين إسماعيل في التلفزيون بيجيبوا مرة لابس شال السمانية، مرة لابس شال خدر بتاع الصوفية، آخرتها جابوا المداح شغال، هو شغال يتهوزز مع المديح. عمك ده عم الأمين إسماعيل ده موقفهم من التصوف. مات الجيلي تاع السمانية إسماعيل عثمان معه قادات من قادات أنصار السنة مشوا ليه وعزوا فيه. جاء إمام الحرم من الحرم خالد الغامدي وبلاقيه، جاء من الحرم جاء السودان، بدل يجيبوا يقعدوا مع السلفيين ويجيبوا يعمل محاضرة توحيد ويكشف ويبين الباطل، ساقول الكباشي والزول الجمعة السعودي الجمعة والتاني ناقشني في الحرم، قال لي أنا جيت معه قلت لها ما شفت القبة؟ قال لي لا غيروا لنا الشارع، جابونا بالشارع المافي والقبة. معنا أنت عارف في قبة، طيب ما تكلمت ليه؟ قال غيروا لنا الشارع بيجاي. قلت ما عارف بيجاي فيه؟ يعني إلا تشوف في عينك أسي إسرائيل ما بترد علي إلا تشوفون، يعني إبليس أنت شفته ما بترد عليه؟ إبليس تقول لا جابوني بالشارع المافي إبليس يمكن قاعد يناسي أنت مستابل ولا شنو ذي العطاء لسائل ما عندهم هنا. جاءوا معاه أنصار السنة ومشوا إسماعيل عثمان مشوا للكباشي، وجايبين إسماعيل عثمان ماسك يد الكباشي والكباشي ماسك اللي هو عبد الوهاب الكباشي الخليفة، والحوار بيسلم للكباشي لعبد الوهاب الكباشي في يده قدام أنصار السنة. ساكت ساي انتهينا من ديل. جاء مرشد الطريقة السمانية في المركز العام كرموه أنصار السنة. انتهيت من ديل اي أسي آخرته خلاص. بعد أنصار السنة كلهم ركبوا في الدفار مكتوب فيه جماعة الإخوان المسلمين وفارقوا المنهج السلفي، آخر زول وقف جنب الباب بتاع السلفيين دجال الفتيحاب محمد مصطفى عبد القادر، قال لهم مسك الختام أهل السلف وضعناكم الله مارقين نحن فت ما شاركي بآخر زول في السلم بتاع الإخوان المسلمين ركب قال لهم وضعناكم الله مع شيخ التشيكسي يلا ما في جعص بجي يتكلم فيني فت بقى مارق. هسي قبل 3 يوم جاءوا شيخ التشيكسي يعني وكت الصوفية جو يقربوا منه ما عزلوا له فلزة الأكباد، ما رسلوا له الفاتح البرعي، ما رسلوا له الخنجر، ما جابوا له عتات الضلال والضلال، رسلوا له زول عندهم ذاته مبتدع. أقسم بالله سمعك التسجيل، واحد اسمه النور آل العناف صوفي قال ذهب ذلك الضال المنحرف شيخ اللمين إلى ذلك المرتد محمد مصطفى عبد القادر وإن لم يتب ألحقناه به. يا زول يا ناس زول الصوفية ذاته ردموه. انت يجيك يا أخي دعوة 40 سنة تقول قم يا عاطل تقعدوا بشعيرية يا أخي ولا خروف. أنا ما أعرف لو جاب له خروف الزول ده مشوي وجاب له شطة بفيت فيت يدق نوبة ولا يعمل شو. أقسم بالله أنا خشيت في التعليقات لقيت درويش كاتب حياك الله، طبعا دي شالوها من السعودية،
حياك الله يا شيخ الأمين، يا شيخ يا لذيذ، انت زوج ظريف ومشيت لهذا المدعو محمد مصطفى هذا الضال، وشكرا لك. وانا اتوقع ان شاء الله في الايام المقبله الله يوفقك تديه الطريقه. والله قال لي انا متوقع الايام الجايه الله يوفقك تديه الطريقه ذاته. نرحب به في النوبه يا ناس، ده انت 40 سنه تميع الشغله بس ببوكسي، ولا جاوا بدفر ولا شاحنه، وجاوا دق في مقلب وعفصوا لمن عمك ذاته قال لي الدين الفاتحه، شيل لنا الفاتحه انت، ده شيخ تشيكسي وداك شيخ توف، ارتبطت اسمائهم بيدي. هسي ما جيت اتكلمت في التوحيد في مسجد يقول لك وهابي، محمد عبد الوهاب ارتبط اسمه بالتوحيد، الله رفعه كذي ما بنغلو فيه، الله رفعه كذي اسمه ارتبط بالتوحيد. من تمشي مسجد تقول وان هناك ضالا منحرفا قال إنا بخضب في البر، يقول لك قصدك البرع، اسمه ارتبط بالضلال، كان ما سميته اسمه كذا. هسي انت لو مشيت اقرب جامع قلت بوف، يقول لك تتابع لبتاع الفتحاب ولا شنو؟ اسمه ارتبط بالبزاغ، قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. ما ياهو كذبت عليه وانا هسي اكتب شيخ توف بيجيك هو براه وناطي اليوتيوب تاني، يمكن كتبتها غلط تاني شيخ توف التما فيها ضمه فوق توف بيجيك كذا كذا تاني بيجيك كذا تاني بيجيك كذا يا تلك هذا تعالى تاني ما عنده انشغل بالدعوه. اللمين قال لي الدين الفاتحه، قال لي الدين الفاتحه انت يا اخي، قال لك الدين الفاتحه انت ده يا اخي، واحد قاعد في النص قال لهم، واحد قاعد بيجا قال دارين فاتحه من هنا ومن هنا. فاتحة لكم من أسألك بعظمة الإله وأسرار الربوبية حجزاتك المنزهة الكيفية عرشك الذي تغشاه. قاعدوا يضحكوا الجماعة، عمك الهايج في المنبر 40 سنة بقى يضحك، يطالبوا بالبدعة ويضحك ويرتضى يكون مأموم في الدعاء، مأموم في الدعاء، في الدعاء مش في الصلاة، في الدعاء للعاطل لا، يعني ذاك إمامه في الدعاء. رفع يد عمك الدجال، رفع يده يوم رفع كده، بعد شوية ده ذاته دعا دجال، وذاك شغال يدعو، وده أعز من ده في اللقاء ده، لأنه ذاك دجال في تحاب قاعد ينبس في ناسه، قال والله السلفيين ذاته وما سلفي ولا هذا المنهج، السلفي ذاته مبتدع زول، تنبز السلف يكون كيف سلفي، هو نبز السلف يكون سلفي كيف، السلف ذاته الكبار اللي سيمون مع اسم الرسول كذا، عن معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجه البخاري ومسلم. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، أخرجه مسلم. السلف ديل اللي يزيمهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم نبذهم، ده يكون منهم كيف، ده يكون سلفي كيف. بعد دم برش للدجال ده، دجال في تعاب انبرش ليه دجال حي العمده، قال له يا، قال له يا شيخ اللمين ذاته في ناس هنا، اول شيء انا بشكرك ثلاث مرات، شكروا ثلاث مرات، بشكرك على جيتك زمان، بيقول له اطلع في صوفي هنا اطلع برا وقم على حاطه وقم على عينك عاطل هوك، ورد علي قبل 5 سنوات، يا زمان كنت ضال واسي اهتديت لأنك قلبتها، يا كنت زمان مهتدي وأسي شنو ضليت، بتلمن سوا. أنا أقول لك قوم يا عاطل، بعد أيام أقول لك أنت شيخ مشهور وعدتنا وأوفيت وشكرا لك في جيتك دي، وإنت زول شجاع، شكروا ثلاثة جية
وقال له وعدتنا بدعم واسي دعمتنا ان شاء الله بعدين نصور الدعم، ولا خجلان منه ولا خجلان، بوكسي ما عارف لو جاب له دفار يسوي شنو ولا شاحنه، بوكسي وبوكسي ذاته ما ملان، كراتين ذاته ما 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 فضوا لما يرتبوها، جد دعاء ساي لانها ماشيه لكيشه ساي، جد دعاء لكذي بس كذي ساي، كم واحد شعريه وكم واحد مكرونه وكذي، عمك ذاته سنون وطقم شعريه بتغوص جوا، انت مستهبل ساي يا اخي، باعوه اشتروك بحاجه جاي طساي شعريه ومكرونه وكذي، راس الطلبه ذاته انا بستغرب، الطلبه ذاته راسه ما بيضرب، زول الصبح بينبز لهم الصوفيه، الشمس تطلع اجي الدور العصر القوا الصوفيه جو خاشين شيخ حضن الصوفي، راسه ما بيضرب يا جماعه، ولا دخلهم جوا اللوضه، مرقون قعدهم في فرشه واحدين واقفين، انا ما عارف ذاته التلاميذ ديل راسه ما بيضرب، انت ما بتتقي الله في الدين، ما بتتقي الله في الناس اللي قدامك ديل. قال اشكر شيخ اللمين على جيته، اشكر شيخ اللمين على الدعم، اشكر على الشجاعه دي، لانه العمل ده ما بيعمله اي زول، وده شيخ مشهور وبقى ينبز في ناسه، قال في سلفيين مشددين وفي واحدين زي العصبجي، انت خايف مالك؟ ده شغل اهل الباطل، اقرا القران، اقرا سوره البقره صفحه 11، قال تعالى ودي اهل التحريف افتطمعون ان يؤمنوا لكم، اديك الايه دي افهمها وركز فيها، دق عليك الحاصل، افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. انت خايف تقول كلام حج عليك، أفلا تعقلون؟ انت ليه بتعمله؟ بتقولوا ليه؟ وكنت خايف يبقى حجة عليك، ليه بتقولوا الله ما مطلع عليك؟ أقرأ الصفحة اللي بعدها طوالي صفحة 12، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ولا لاقي الرموم اللي قدامك ديل؟ أقرأ الآية اللي بعدها، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، بس عبارة عن تلاوة لكن ما فاهمينه، يا هو الرموم المعاودة بس يقرا قران وده يجي يلعب بيهم كذي، الليله ده ضال عاطل قم على حيلك، وبكره قعدوا معاه جوا المكتب بتاعه وقعدوا يوزعوا في الابتسامات، والله قريت تعليقات العوام والله استغربت ذاته، واحد قال له خساره التدفيف والبزاغ مالي بيه الميكروفون، قال له والله، واحد ثاني قال له انت هذول دار شيخ اللمين احجز لك في الطياره بتاعت قطر بتاعت كاس العالم ولا شنو، قال له صالحته في الايام دي، والله الذي لا اله غيره، ده عمك ده، واحد من شبابه ذاته ده موجود عندي الوثيقه اسمه الصادق، ما بجيب لك باقي اسمه لانه الحزبي لما يتوب بده سنه كامله، ده كلام الشيخ ربيع، دليله فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ، وذكره شيخ الاسلام ابن تيميه راجع موضعين، الجزء 28 كتاب الجهاد وراجع الجزء 35، وان فتحت خشمك بصقعك بادله لما انت عارف حاجه، عارف والله الذي ادوك سنه بعد تتوم، اسمه الصادق خليه باقي اسم ابوه، والله قال لا يغرنكم ضحكه محمد مصطفى، حذف شيخ وحذف اي شيء وردم زول ذاته، قال ينبغي ان يحارب الشرك واهل الشرك، والله الذي لا اله غيره، ناسك ذاته بدوا يتملصوا منك، زمان يقبل الكاميرا المكرو هنا قدام وفوق وكذا، الناس صحوا بقاس الكاميرا منزلينها كذا، مرات بتقص بيرفعها بيجيب ورا فاضي صلع عقوبه بس، شغله جاطت، ناسك خسروك ذاته لانه لقوك ما صادق، ما عندك مصداقيه، زول طالب دنيا رميت بالصحابه والصحابه ابرأ الناس منه، الدنيا انت اللي مشيت وراه، والا الامين عنده توحيد، داير منه شنو الامين؟ داير منه دين، عنده توحيد، الامين بيسجدوا له لغير الله، والامين عوام المسلمين بيجوا يسخروا به، وعليك الله اسمعوا المقطع ده، اسجدوا له، والامين ارقص، والامين يقول نحن ماشيين بنفس الشيخ، والشيخ طالما موجود دنيا والدين شغلتنا ماشيه. وش اقول الشيخ ده فيه؟ والله دنيا والدين ماشيه. والله ماشيين بجاهه والايام الجايه اللي بيحصل شنو انا ما عارف، لكن شيخي بعرفه.
هالشيء جاي في الايام دي انا ما بعرف، لكن اقول الشيخ بعرف هالشيء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. عوام المسلمين بيجوا يردوا عليه لمين؟ عليك الله عن المقطع ده. أشوف الإنسان حصل درجة من الجهل لحد الحيران بدا إنه بيجوا يسجدوا له يعني يعبدوا من دون الله عز وجل. المشكلة في الناس اللي قاعدين معاه ولسه عاملين له شيخ ده. ده شباب طيبين والله. ده شباب بنحسبهم أنا زي اللي بعتبرهم إخوان لي والله. من زول توحيد شفت شايف المفلفل ده الردم شيخ الأمين ده والله ده أنا حب لي من ألف زي الدجال الفتيحة شايف ده حب لي لأنه ده زول فارس في النهاية زول كشفه عديل وسخر به قال عندنا لكم الليلة رقاصة عايل له عشواك كشفوا الفيديو ده لنهاية الليلة عندنا رقاصة وصلوكم معانا لنهاية الفيديو ضلال أكتر من ده ومشوا كشحوا الفاتحة سوا واتسالموا بالحضن وقال له زي ما جيتنا نحن بنجيك ذاته دجال الفتيحاب قال له بنجيك دجال الفتيحاب قال لي أنصار السنة زمان الإصلاح أنا ما بجيكم لأنكم بتشاركوا المبتدعة وأسي داري مرقة فيه شيخ اللمين بتاع التكسي رأيكم شنو رأيكم شنو واللمين نظر له في شغله زمان لو زول نظر له بنبزه هاللمين نظر له في شغله سكت ساي قال لي انا ذاتي والله يا شيخ محمد مصطفى شايف انه الاسلوب بتاع الخلاوه ده كده ياسي عندكم ده هنا وعندنا هناك ما يعني الاسلوب ده انا داير اطوره شايفه ذاته ما 100% كده نحن دايرين ندخل اللابتوب في الخلاوه ولازم الطلبه ديل يعني يكون عندهم وظائف عشان بعدين في المجتمع ما يحسوا بنقص وكذا 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 قاعد ينظر له عمك ساكت ساي ولا كلمه والله وقال له نحن جينا لنبذ الكراهيه ودارين نذيب الجليد البيناتنا تاع العداوه يعني العداوه بين الصوفيه وانصار السنه ما جبال ولا عداوه في الدين كبيره وانما جليد بس تلج بس بمكرونه وشعيريه فر نزل حصل حضن انتوا عداوتكم مع الصوفيه تلج كسروا تلج لبعض ذوبوا التلج اتحاضنوا في البدايه وجوا في النهايه ضحكوا سوا وكذا الى اخره تلج نحن العداوه اللي بيننا وبين الصوفيه عداوة النار مع الموية وعداوة الله لو لموا سلاسل جبال الأرض ما تكون قدر عشر معشار الفرق بينه وبين الصوفية والله الذي لا إله إلا هو تقول لي جليد اجي بمكرونة وشعيرية دعوة 40 سنة يا دجال فتحاب اجي هريدة لك بشعيرية ومكرونة في نص بوكسي ولا تأمي بوكسي ذاته عالي يا اخي لو رسلت طالب من طلبتك مشى شحت لك في سوق ام درمان والله تاجر واحد يديك البوكسي ده وعشرة زيه ذاته يديك لو قلت له داير لناس قران وكذا 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 الى اخره انت بتلعب احنا بنمشي سوق ام درمان نجيب حاجات لبعض المجمعات نمشي نجيب حاجات ما حاجات قريب مليار تجار بنحلف عليهم كذا حلف يقولوا والله لا خلوة ما دايرين نقول لهم لا والله نحاسبكم عشان ديننا يكون عزيز ونوريه الدين ذاته ونوريه دين الإسلام الحق ما بنتزلل لهم انت تمشي يا عاطل يجيك شيخ التشيكسي اشتريك ببوكسي ما طفج ذاته البوكسي ولا مين ولا بيخجل وقف ارجع ورا ارجع ورا يعني كأنه بقول للسواق ارجع ورا والدجال برضو ارجع في منهجك ورا 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 والي دخل البوكسي ورا والطلبة تمحنوا والناس بقوا في حيرة ودخلهم في فتايل وانصار السنة بقوا واحدين لابدين واحدين على مضض قاموا يدافعوا واحدين دافعوا ده منهجهم واحدين عملوا كابتن يا ناس والله الناس ذيل ما عندهم علاقة بالدعوة والله الذي لا إله غيره ذيل طلاب دنيا رئيس 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 انصار السنة عبد الكريم محمد عبد الكريم مسجل صوتي قال ما تتكلموا في عبد الحي يوسف ليه؟ قال لأنه الدعم من دول الخليج بيجينا عن طريقه أسكتوا يعني عشان الدعم ديل ناس طلاب دين
ده طلاب ده شغل آخر يا ناس. والأمين لما اندعى والدجال رفع يده معه الأمين جاب شركيات في الدعاء والدجال شغال. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد به العقد وتنفرج به الكرب وتوضع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم. والأمين قعد يمين على الدجال قال لا سي الدعم الشايف ده الدعم الصغير ده قال له شايف ده كانوا جاب له حاجة كبيرة ده شايف ده 10 أضعاف وأنا جاهز أقيف معاك فيه. ندعمهم يا جماعة في كل شيء وأنا جاهز يا شيخ محمد لأي دعم أسجلناه ده وقدروا 10 مرات ده بدل يقول له شيل كراتينك وتخارج وإنتوا عطالة قاعد يقول لكم والله. وهناك قال له العملت ده والله ده دأب الصالحين لمجمع الرشاد الإسلامي وهي معروفة وطبعا هذا دأب الصالحين بيبقى صالح بشعيرية مكرونة يا ناس النادل باعوا القضية والله انتهوا منا تماما ده مسك الختام السي بتاع أنصار السنة خلاص فارقوا انتهوا منا وطفجوها وإلى آخره ودين الله محفوظ. ونحن رسالتنا للمجتمع ديل ما بمثلوا دعوة التوحيد ديل ما عندهم علاقة بدعوة التوحيد ديل مقدمين حزبية هاس لو فيهم الرجالة لو فيهم غير للدين الدجال ده بيرميها لهم في رقبتهم بسكت ساي بيجي في رمضان بيقول أنا القدت في الصحابة النبز يعني القالوا في الصحابة ده لو كان غلط الدكاترة ديل كلهم ساكتين ليه ما كانوا يردوا علي عليك الله إنت لو دكتور من دكاترة ديل بتسكت من كلام بعد ده رما في رقبتهم كده قال كلهم لو أنا غلطان كلهم ساكتين ليه في النهاية الواحد داري من لكرشه بس وإلى الله المشتكى. فديل ناس لخبطوا أس الليلة دي مش عمل العملية دي وقعد مع الصوفي واستقبل الصوفي وشكر الصوفي وين ردود عليه قعدوا يدافعوا عنه جابوا مطر بتاع كردفان قال اللمين مسلم ومحمد مصطفى مسلم عادي موضوع عادي ده مسلم وده مسلم في النهاية تلاقوا طيب ليه ما نصحوا قال الوقت ما مناسب يا زول هو جاءوا في مكتب جوا قال الوقت ما مناسب ما وقال لابد من المطايبة والأسلوب الطيب وكذا ويتناقض في نفس الحلقة حلقة 8 دقائق يتناقض فيها قال الأسلوب الطيب بعد شوية قبل على إخواننا قال في شباب ظهروا سفهاء الأسنان أنا من الله خلقني ما سمعت سفهاء الأسنان إلا عند الزلة في حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام دي وقال سفهاء الأسنان أنا ما أعرف الزول كيف يبقى سفيه في سنه يعني سفيه عشان عمري 18 سنة لقاك سفه زي ديتا السفه تخلي التوحيد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفس ده عظم السفه يا ويتو شغالين فيه متملصين شوية شوية من التوحيد ماشينك شوية شوية متملصين منه أكثر من شيخ كون يحب البرع تاني عندك شنو انت ومشاكلك مع الصوفية بسيطة تاني عندك شنو فالكلام يا جماعة يطول نادل والله فارق الدرب نسأل الله العافية. رسالتنا رقم 1 المجتمع جميعا ليعلم تمام العلم انه ما بمثلوا دعوة الحق ولا دعوة السلفية دعوة الصحابة صحابة دي المواقفهم معروفة انت قال بدري دي مع منو ديل مع اهلن علي بن ابي طالب بيجاي اخو الاكبر منه طوالي عقيل ابن ابي طالب كان في صف المشركين تاني اسلم وقف طوالي اخو عمر بن الخطاب بيجاي خاله بيجاي طوالي ضده أبو بكر الصديق بيجاي بيغادي ولده طوالي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حمزة بن عبد المطلب بيجاي بيغادي العباس بن عبد المطلب طوالي أهل في التوحيد. لما حصل الأسر في صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة أبو بكر الصديق عنده رحمة عنده رحمة شديدة قال لي يا رسول الله أرى أن تبقيهم حتى يهتدوا ويسلموا كذا وكذا وإذا
فإذا فدوا يتقوى المسلمون بالفداء. فقال عمر رضي الله عنه في البخاري: يا رسول الله أرى غير رأي أبي بكر. قال: ما تقول يا عمر؟ قال: أرى أن تمكنني من خالي حتى أقتله، وأن تمكن حمزة من العباس، وأن تمكن عليا من عقيل، ليعلم الله أن ليس في قلوبنا هواد لهؤلاء المشركين. هذه طبعا في البخاري الحديث ذا، في روايات تانية. فذهب عمر إلى ذهب خارج المجلس، ثم جاء بعد ذلك فوجد رسول الله وأبا بكر يبكيان. قال: ما خطبكما؟ قال: نزل القرآن موافقا لكلامك يا عمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. كذي دي لما الموت اكتر لله سبحانه وتعالى، ده الدين كذي. القرآن قال لي جاء موافق للقيت قلته، فده الدين كذي. ديل الصحابة ده السلف جاي يتلخبط بالسلف وكذي، هو أنبياء رفعوا يديهم دعوا على الناس أهل الباطل بقروشهم، تشيل قروش المبتدع وتكرمه وتثني عليه ومصورة، ورافعنا ناسك ذاته مين فون فون فون، رافعنا هم فضايحكم رافعنا بنفسه. أنا ما عارف الزول ذاته أكعب فضيحة تكون بنفسه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق أنا راودته. دي أكبر شهادة، انتهى الموضوع. فضايحهم بيرفعوها بنفسهم. البيت بتجي تقعد مع الدجال لغاء، ويقول: لا عرفت الدرب ما تنقضعي. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. والله دي كلام شين ذاته. وعمك ولا بيخجل يا أخي، لغاء مع بيت صور التصوير صوروا ناس ذاته ورفعوها ناس ذاته وبإقراره. وعمك ولا بخجل، مش مفروض يا أخي لو رياء ساي، لو رياء وتستغفر وتتوب، أنا ما ندعوك للرياء، لكن يا أخي احترم الدين ده واحترم الشكل اللي انت وإن كان انت قطعتها ذاته شغلتك ده. يا أخي احترم نفسك. ردمنه البناء النسوان ذاته ردمنه. في مرة ردمته قالت له: أولادنا من السنون الجامعة عشان يتعلموا الدين، انت بتعلموا لنا الصعلقة وده الحاصل تعلمون وكذي. قالت لي: انت عندك نفسيات في الموضوع ده بتاع الشهوات ولا شنو؟ كلامك كله شهوات 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 وباسلوبك ده. فزول دول مستهبل ساز، ما عنده علاقه بالدعوه ولا عنده علاقه بالمنهج ولا عنده ولا عنده ولا عنده. موسى عليه السلام في ختام الكلمه دي قال: ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه وشنو؟ واموالا، مش شعيرية ومكرونة، وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. شوف ناس الدين الججد بيدوسوا القروش كيف. ربنا اطمس على أموالهم، ما سالين فيها يعني انتهي منا ومنا وكله. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون. فده الموضوع كذي، خليك عزيز في دينك يا أخ، خليك ثابت على المنهج، خليك زول توحيد، خليك زول سنة. ونحن في ختام الكلمة دي والله الذي لا إله غيره، رسالتنا لكم أنتم كشباب وكدعاة، نحن مأملين ونحن بنفارق الدنيا قريبا أو بعيدا، إنها الحياة دي بنفارقها. رسالتنا لكم أنتم، الناس وقفوا صف طويل، انتوا جيتوا بجاي خشيتوا، الناس واقفين صف، نحن وقفنا صف طويل تعبنا عشان نعرف الحق بفضل الله. الله ورانا وما بفلاحتنا، بفلاحتنا الله وفقنا، نسأل الله يرحمنا. تخبطنا مرة هنا الدجال يتفتف فينا. أنا قعدت معه قريب 4 سنة بمشي خطبه، لكن يوم واحد ما صليت في الصف ولا الله وفقني، ما حصل بزخ فيني ولا مرة بفضل الله. عندي جمعة بمشي وصلي وبجي بحضر معاه وباقي تعقيب والجمعة وكذا إلى آخره، واجي وغيره وهنا وإلى آخره، ما حصل تفتف فيني بفضل الله. الله حفظني من تفاف الوسخ ده. مشينا مع داق عمك عبد الرحمن حامد، داق قال: اسألوك
عن محمد أحمد. إن قلت كعب في ناس بيزعلوا، وإن قلت كويس في ناس بيزعلوا، وإن قلت ما عارفه الله أعلم يقول لك أنت جاهل بالواقع. نعمل شنو؟ قال زول قال 16 سنة مع العثيمين ما عارف لليلة يعمل شنو. تعمل شنو؟ أكشف أهل الباطل بس، أكشفهم اللي بيقولوا كعب يقولوا سمح اللي يقولوا، أنت أكشف أهل الباطل وقول الحق من ربكم، قول الحق بس فاصدع بما تؤمر، تاني الموضوع انتهى. ما عارف وإذا كان متحير ما عارف يقول شنو، ده بوريك انت هذا زول في الدرس، الدرس شغال بيغمد ما ده عارفه صح ولا انا. وقفنا وين؟ وانت ما عارف وقفنا وين تشرحها كيف؟ انت ما عارف ذاته كيف تسوي كلام، كلام باطل سايخ. ده بي جاي يضيع زمننا، وداك ضيع زمننا يتفتف داك، وداك بي جاي قعدنا له سنين عددا. ابو زيد محمد حمزه في النهايه جاء طبزه مشى مع عبد الحي يوسف مع العريفي، مشى صلى علي بن لادن، دافع عن محمد حسين يعقوب، لخبطك دي صاتك ضيعوا زمننا. الصف ده وقفنا طويل عشان نصل الطرمبه اذا صح التعبير، عشان نصل صف طويل. انتوا المسدس هناك بتاع الطرمبه، انتوا بفضل الله جيتوا التنكي بتاعكم ما بتاع الصف ده، انتوا تنكيكم بيجاي جيتوا بدل تقفوا في الصف قال لكم لا التنكي بيجاي تعالوا، فجيتوا وقفتوا في الطرمبه. من مسجدكم ده تدرسوا كتاب التوحيد، تدرسوا في الفقه، تتعلموا العقيده، تقوموا على المنهج، لا تلوثتوا ببدع ولا بلف دوران ولا دخلوكم في تنظيم ولا عندكم حزبيات ولا كذا. نحسبكم النعمه دي تقابل بالشكر، شكره من هنا اللي بيمش من هنا بيمشي الجنينه هناك، دارين النصيحه اللي بيعملها دي يصرخوا اهل البدع من الجنينه نسمعهم هنا دي في المحل دي. عرفت كلامي؟ صراخ من هناك، تلفونات شغاله لما يتصلوا برحمه دينا بتاع الدكان. اسمع ده يا رحمه كيف حالك؟ الحمد لله الشبكه زين ما شغاله زي الناس. ها قلت في شنو يا اخي؟ انتوا الصاروخ اللي جبتوا لنا في الجنينه ده شنو؟ انت شفت شيء؟ لسه الدفعه الجايه ثاني جايه هنا. واحد يمرق في الدمازين هناك يشتغل لما المانجا تقع من الشجر بيغادي، واحد بيجاز يشتغل في الشماليه لما التمر يقع مطر، عرفت الحاصل؟ واحد في يمشي الشرك هناك جبل التاكه بتاع الحسن وما حقه ذاته حق الله، جبل دي يهد فوق الختميه يهد في راسه، عرفت كلامي؟ يشتغلوا توحيد، واحدين يقعدوا هنا دي يشتغلوا يكشفوا هنا دي، نحن ذاته تلكلكنا لزمننا ما بنتلكلك بشعيريه، بكون في حاجه ثانيه ما اعرف. نسأل الله يثبتنا واياكم، قولوا امين. والله ان شاء الله لو بقينا رمتاله سكرجيه ما نقعد مع الصوفيه، والله ابقوا على الدين واثبتوا على الدين، الله يثبتنا واياكم، ما تبدلوا الدين ده باي شيء حتى تلقوا ربكم وهو راض عنكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.